يلا بلا قبلة. صوت ارفع صوتك. قول يا اخي ارفع الصوت. لا ما هو شيء كلام جديد عليكم ولا برشا؟ لما اتكلمنا عن الاكستنشن ولا القرن الفول نقول بسرعه كده. This is the foramen magnum. This is the lower border of the level of L1. Lower border of L1. This is the extension of the spinal cord. As you see, the spinal cord is cylindrical. The cord cylindrical extends from the foramen magnum until the lower level of L1. As you see also, there is 31 spinal nerves from each side, on the right and on the left. That means 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. That's why we also divide the spinal cord into segments. Say, زي ما احنا مقسمين الفرتبرا الاولى السيرفايكل والثراسيك والمنبر والسيرفايكل. The spinal cord also is divided into segments. Each segment has only one nerve from both sides. For example, C1, C2, and so on until we reach the procedural nerve. These are the segments. At the lower border of the spinal cord, we see the cartilage in the Can you see the tapering end? This is the end of the spinal cord. The tapering end of the spinal cord is called cunas medullaris. And these are the spinal nerves. طبعا لما نتكلم عن الليفل اوف ذا فيرتبرا لما بقول انه at the lower border of L1 and the other لان انا عم بحرص على other لان احنا قلنا ان it's very important the lower border of the spinal cord اللي احنا عم نعرفه كويس. ما كنتش هتطلعي مثلا تخدير او جراحه او اي حاجه لازم تعرفي او تعرف الليفل او السبانال كورد. زي ما انتم شايفين هنا الليفل في السبانال كورد will be different from different ages. هاخد المثال انا قلت في النيو بورن بس السبانال كورد extends to about the level of L3. The child's spinal cord may extend to the level of L2. طبعا هذا السبينال كورد تيبيكالي ترمينيتس ات ذا ليفل اوف ال شايفين؟ لانه هنا نمو الفرتبرا الكولم بيبقى اسرع من نمو السبينال كورد. استنى من فرجة السبينال كورد. ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله في الماء ان هو طوله 45 سم ان هو سلندر خارج من enlargement at the cervical region هنا and enlargement at the lumbar region. Enlargement يعني هي حتة بتوسع كده ما بتبقاش cylindrical because of the presence of the plexus. شايفين ال cervical plexus دي؟ This is the cervical and umbilical plexus صحيح؟ في a lot of nerves هنا طبعا ده معناه ان في lot of neurons هنا في المنطقة دي بتخلي السيرفايكل السبينال كورد ات السيرفايكل ريجون از انلارجد اند ات لمبر ريجون از اولسو انلارجد. يعني هي طبعا الصورة مش واضحة قوي and this is the lumbosacral plexus. برضو النتيجة اللي موجود نيورونز اكتر متكدسة في هذا المكان اللي هي هتطلعني بعد كده الاكسون. اتفقنا ان السبينال نيرف الاكسون او ذا نيورونز الموجوده في السبينال نيرف هو النيورون عباره عن خليه والاكسون بتاعتها او الفايبر ده اللي هي بتطلع كده بتدي السبينال نيرف. يبقى سرفايكال انلارجمنت لمبر انلارجمنت الطول 45 سم انذر فيتشر. لما السبينال كورد
هتلاقي قد ايه. طبعا الكورس بتدرس هنا واضحه هنا جدا دي التاتا من ايه دي هنا. في حاجه اسمها سنترا هناك او سبايدر كور بيمشي فيها سي اس اف. حاجه ثانيه ايه الخط ده؟ الخط الاحمر ده اللي واصل لحد التيك ويوصل لحد التيك وبيخص. وطبعا سبايدر كور ده احنا اتفقنا ان هو موجود في الفيرتيكال هناك. كلام تمام لما يكون الفيرتيكال ده لايك كده اكستند فروم ذا لور بوردر عند كورس في دلاكس هنا اللي كده بتاخد الهيد دي وماشيه برضه في الفيرتيكال كمان ماشيه في الفكره كمان اللي هي اصلا الفيرتيكال كمان يعني هنتيجة عندي الكوكسس دي عبارة عن انا عندي اكستنشن اوف باي ماتر الغلطة اللي فايرة الغلطة دي فورمينج اوف باي ماتر يعني ادهير تو ات جت في الاخر قد ايه دي سباينال كور عملت كود لايك ليجمنت كده ومشيت وثبتت من ضمن الحاجات اللي بتثبت السباينال كور وسميناها الفاينال فيلمنت يبقى تيز اراوند كود لايك ليجمنت اكستنشن اوف ذا فاين ماتر ويتش از ذا كفرنج اوف ذا سباينال كور اند ات باسز فروم ذا اند اوف ذا سباينال كور فروم ذا تاتر فين ثرو ذا فيرتيكال كانال تو ريتش ذا انترفيس ودي وان اوف ذا فاكتورز ويتش فيكس ذا سباينال كور ان بوزيشن عشان هي فاكتورز كتيره كان فيكسيشن اوف سباينال كور ان بوزيشن فلسه فايلانت دي ممكن نشوفها لو كانت واضحه. نظر في امبورتنت ان احنا قلنا ان الكود ريكوايرمنت اللي الكورس بتدرس دي لانه السبانال كور شايفين هو منتهي هنا لسه الفرتبرا اهي ذيس ار ذا لور لما احنا قلنا بينتهي عند ايه لوحه طيب لكن هو بيمثل يعني بيمثل السبانال نيرف لكل الليفلز عشان تخرج منها دي ال 1 في الترافيك ال 2 ال 3 سبانال نيرف 4 5 سترا 1 2 3 4 5 اكسجين 1 كل دول بينزلوا بيطلعوا from the very small part of the lower end of the spinal cord هنا وبيمشوا مسافة الباص through the vertebral canal هنا وكل ما بيوصل للكورسبوندنج انتر فيبرال بيراميد بيطلع منه فبيمشي كل المسافة دي the reach of this fiber is called the cauda equina this is the cauda equina أنا بشوف المنظر ده فأنا بنتهي spinal cord بشوف إيه في اللور ليفل شوف الفايلم ترمينال وحواليه الكود اوف خلاص بعد ايه اللي واحد مفيش فايلم فوق انت طب ايه اللي بشوف في الفيبرا الكنال؟ انا بشوف حاجه مهمه قوي بشوف الكود اوف بشوف الفايلم ترمينال اللي هو بيبقى في النص الكود اوف وموجود في السي اس اف يسبح من السي اس اف اللي احنا هنقوله دلوقتي ازاي يعني الجزء ده كنتين سي اس اف يبقى الكود ايكون تعريفها ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ايه تعريف الكود ايكون؟ اتكلمنا عن الكود ايكون سؤال كود جالك امتحان النظر امتحان فعلا ديفينيشن او الكود ايكون وسيط ايه هي الكود ايكون؟ اللي خدتوه امبارح اللي احنا درسنا فيه عايزين نحاول انكم تكونوا ايجابيين معانا مين؟ لا مبسوط اهو لازم تبتدي بكلمه سباينال نيرف ما ينفعش تكون حاجه غير كده لازم بدايه الديفينيشن تكون they are spinal nerves ما ينفعش اقول مثلا ده سباينال مثلا ده سباينال كور they are nerves ما هماش نيرف لا مثلا عندي فريلي ما عنديش فرنك يبقى لازم اعرف They are spinal nerves. نكمل الديفينيشن. That extend from conus medullaris. طب حد يقف يتكلم. قول يعني ايه المشكلة؟ ايه المشكلة اللي بتقف واحد بس يتكلم عشان انا سمعت أكثر من إجابة، أنا سمعت أكثر من إجابة، أنا سمعت برضه. هم قالوا they are spinal nerves بداية لازم البداية تكون كده. طب spinal nerves بنكمل كام؟ فاهم مفيش في سيرفايكال نيرف وفي تراث زي ده اللي وفي دمر وفي سيكرال
spinal nerves. هي ايه الكم spinal nerves؟ هل هي cervical ولا thoracic ولا lumbar ولا the whole spinal nerves from limit كذا أو كذا. This is the definition here now. All spinal nerves from L2 to the coccygeal 1. يعني معناها أنا في الامتحان أوضح أكثر شوية أقول إيه ده من L1 من L2 من L2 من L3 من L4 مش عارف الامتحان يعني L5 sacral 1 2 3 4 5 من coccygeal 1 دول مالهم؟ دول ماشيين في الفرتبرال كانال. Until each يعني أنا عندي مثلا L4 هيطلع منين؟ لازم ينزل للمستوى اللي هيطلع منه. هيطلع ما بين مثلا ال 4 وال 5. يبقى لازم نمشي مسافه عشان ال 1 اللي طالع منهم من السبانل كورد يعني يمشي المسافه دي عشان حتى يطلع ما بين ال 3 ال 4 وال 5. ده السيكر كمان هتمشي مسافه اكبر يعني سو اون. يبقى ده التعليم. بس they call spinal nerves they are an inch of fibers of spinal nerve fibers اللي هم بيبقى كبير. Starting from L2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, sorry, S1, 2, 3, 4, 5, oxygen. And right side and left side. They are found in the vertebral canal. Inside, حاجة اسمها number system اللي احنا نعرفها بعد كده اللي هو ايه؟ المكان ده بيبقى CCCF عبارة عن ساق أو CCCF بيسبح في and then each nerve arrives from the intervertebral foramina of the corresponding nerve. بس هيك تهمني عشان بعد كده التحسين المسكي اللي احنا بنتكلم عنه. بدات اعيد صعب ولا سهل؟ ايوه وشفناه امس امبارح في وشايفين هو طلع هو طلع كل نيرف هنا بعد ما كلهم اتجمعوا مثله كده راح ايه طلع الفرسون بتبرا صور جواها جدا على فكره. طيب طبعا الفاير ترمينال احنا عرفناه خلاص. هو هنا بس احنا ممكن ناخد المنجيز خلاص احنا اتكلمنا على السرفايفل والضغط الضغط وخلاص خلصناه احنا هنتكلم بعد كده ده الليكسس اللي عمله. طب لما نيجي من بره بقى نتكلم عن شكل الاسبانيا كورد من بره زي ما شفناه زي ما قلنا ان هو سلاب الخلق او اوفر من شيك لما بناخد في مقطع كده وقلنا ان ده عباره عن فيشر او سيركس كده بيبقى هنشيله في بين الواحد نسميه هنشيله بين الفيشر. وفي المقابل برضه في ورا برضه بوستيريو اللي هيبقى فيه زي ده برضه بس بسميه بوستيريو بين الفيشر. وقلنا في فيشر هنا اون بوث سايد اوف ذا ميدل لاين واحد منهم اهو اللي جاي هنا كده نسميه انترو لاترال. في فيشر في الميديا ينفع في الميدل نسميه انتيرو ميديا فيشر. في فيشر انترو لاترال فيشر وفي المقابل في البوستيرو نفس الكلام في بوستيرو ميديا فيشر وفي بوستيرو لاترال فيشر. لما ببص برضه من بره بشوف الروتس لما ببص على المنظر الخارجي بتاع السبانال كورد بشوف الروتس انتيرو روت والبوستيرو روت اهي والكروز روت جنبي وادي الترامب. ده المنظر ده كله ده بشوفه انسايد الفيبرال كانال. يعني هو الروتس بيطلعوا في الفيبرال كانال وهو لسه بيطلع في الفيبرال كانال. وبعدين الترامب ده هو اللي بيطلع في الانترفيبرال فرامينا وبعد كده انا بشوف النيرف بقى وهو طالع من بره. بشوف النيرف من بره. طيب ذيس ار ذا اكسترنال مورفولوجي اوف ذا سبانيال. طبعا بصوره طبيعيه. شوفوا التفصيل كده. طبعا احنا اتفقنا ان السبانال كورد ما فيش توازن ما بينهم يعني ذيس از السرفايكال اريا ذيس از الصراخي. شوفوا قد ايه بس اللمر قد ايه ريجو على السبانال كورد. شوفوا قد ايه السيترا ريجو. شوفوا قد ايه الكوتيجا ريجو. شايفين الخدع القايمه دي في ارض الخدع القايمه كل واحد طالع من الكورسبوندينج نمبر او الفيرتيكال ريجو مش متوازي مع طوله مش متوازي مع طول الفرق. ده برضه نفس القصه. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن المنجيز وقلنا المنجيز دي
موجودة حوالين البرين وحوالين السباينال كورد اللي هي البرين لير، أو اللير الداخلية اللي هي السباين أبر، دي بقى فيري ثين ميمبرين ووظيفتها مهمة جدا، إن هي بتحمل البلاد سبلاي، يعني فيها البرانشز وبتدخل بتدخل البلاد سبلاي وفي البرين وتاخد البينو فينش. ده المهمة. طيب يبقى أنا هنا يبقى اللون الأحمر اللي هو فولوينج ذا برين ده أهو، ديس إز دي فاير مثلا. خلاص كده. طيب عندي طبقتين تاني هما بينهم بوتنشال سبيس اللي احنا اتفقنا ان دي اراكنويد والخارجيه خالص دي وراها. وقلنا بين الاراكنويد والباي ماتر اللون اللبني ده كل ده عباره عن فلويد. يبقى هنا لما يقول لك مثلا من جيش بتاع بتحب المخ بس ولا بتاع الكود بس، يعني بتحب الاثنين. السبيس كونتينوس دي مهمه جدا. السبيس المهمه كونتينوس. طبعا الاطلاق بيبتدي في السبيس انسايد دي ذا برين كولد فنتريكلز. طبعا دي ليها بقى ايه؟ يعني مخابرات ثانيه ليه الفنتريكل ده وشكل ايه وايه الريليشن بتاعها بسرعه. ذيس ار ذا سبيسز انسايد ذا برين الكتريزلي. السيس لفت وبعدين بيطلع انتو في سب انكلود سبيس يلف حوالين المخ هنا. اتفقنا ان هو لازم يكون ليه كاركترز معينه السيس لفت معاه، والا يبقى ابنورمال. يبقى شفاف يبقى جلوكوز بنسبه معينه هنشتغل على نسبه موجوده في الدم، والتاني كلورايد فيري فيري فيو سيلز عشان لو في خلايا كتير يبقى معناها تصاميم مش اي حاجه. دي بريشر معين ما ينزلش عنه ولا اي عامل مشكله كبيره. طبعا الفانكشن بتاعه اهم حاجه البروتكشن وسام باوند ان هو نيوتريشنال، واحنا بنستخدمه كعلاج. يعني ايه؟ يعني الواحد مش ممكن واحد يجي له التهاب في المنجيز دي زي ما هي لك بس انفلاميشن او المنجيز از كول المنينجاكتس اللي احنا بنسميها بالعربي الانسحاب، وده بيبقى مرض معدي. حتى لما بيجي هنا اي حد بيجي يتفرج من بره للحك بياكلوا له تطعيم لان هو معدي المجموعات. فديس از منينجاكتس. حاله المنينجاكتس بنعمل ايه؟ سيمبلي ان انا بحكم وبشيل جزء من السي اس اف هنا، بحكم انتبيوتيك فيري هيد انتبيوتيك عشان اعالج المنينجاكتس. انا بس عايزه تلاحظ بس حاجه بقى هنا خاص بقى من دي سبارتون سبيس. شايفين ان الليفل اوف ذا سباينال كورد هنا طبعا بينتهي عن الباي ماتر، يعني الباي ماتر بينتهي لما اقول لك الباي ماتر بينتهي في ليفل ايه؟ هنقول له عند اللي ورا بره الليفل عدا حته اللي هي الليفل اللي نازل ده ليفل. لكن هو كمبرين نفسه سيداوي مبرين سباينال كورد هيبقى بينتهي مع السباينال كورد. طب ايه المعلومه المهمه اللي المفروض اعرفها؟ ان عندي تيورا والكارفويد الليفل ده شايفين المسافه اللي بينهم هنا بين نهايه السباينال كورد والتيورا والكارفويد. ذيس از ليفل هنا بينتهي التيورا والكارفويد كانت ليفل اوف اس 2. ده معناه ان انا عندي سبيس كبيره هنا. ذيس از كولد لامبر سيستم. لامبر سيستم. كونتيننج العلاقة او سيسي. طب يعني هتوقع ان الكود اكواينا وهي نازله هنا اهو هنا مش قبل ما تطلع من الديوره وبعدين تطلع بره كده انها ماشيه في سبيس ده الاول وبعدين تطلع بره. مفهوم؟ يبقى دي احنا بنستخدمها في التخدير بقى. دي الفكره اللي احنا بنستخدمها في التخدير. حولات هارد كور. يبقى انا اعرف ان دي اسمها لمبر سيستيرنا. از سبيس بتوين دي باي ماتر والأراكنويد والديورا. باي ماتر فوق والسبانو كورد فوق والديورا. السبيس دي من اول كل واحد لحد اس 2. ات كونتينز سي اس 2. كونتينز ايه تاني؟ انساش كود اكواينا. كونتينز الايلاند ترمينال. حاجات تانية كتير بس دول اهم حاجة. يبقى دي لامبر سيستم. طبعا دي من الجيب لو احنا حبينا نشوفها بس ده اللون اللي هو البينك ده. ده الباي ماتر وده الارنول وده طبعا دي سي سباين نيرف طالعين من الانتر في الباي كرونيك. عايزين نشوف الرقم ده. المقطع هنا بيوريك السبيس ما بين الاكسس
استقاعي محضر ايه؟ وزي الارثنويد هاي بيكي استقاعي سبيس وبيكشر سبيس ما بين الارثنويد بيورا. في ناس سألت لي امبارح على اكسترا بيورا سبيس، يعني في حاجة اسمها اكسترا بيورا انا سيزي اكسترا بيورا سبيس او هي نفسها اكسترا بيورا سبيس. يبقى في سبيس الاول ايه؟ بين الاستقاعي والارثنويد اللي هي سبراكود سبيس دي بيري لارج سبيس وفيه سيزي في أبلي سبور بتشكل سبيس ما بين الأرنون والديورة اللي هم دول بس إذا الأرنون والديورة طبعا ده مثلا ترسيش. طب دي ديورة، طب إيه ده فاتح على فكرة جميع. يعني احنا وصلنا كده الديورة إيه حوالين السباين بول ودي المرتبرة الهدي ودي المرتبرة والسبيس دي إذا قول إكسترا ديورة سبيس نظر سبيس موجودة إذا ما بين الديورة ما بين الفرتبرة الكنال أو البودي أو الفرتبرة أو الفرتبرة الكنال كلها بودي الفرتبرة الكنال في سبيس اسمها إكسترا ديورة سبيس أو إبري ديورة سبيس دي موجود فيها البلاد سباي داخل السباينال كورد أو البلاد ديسيز الفينز اللي طالعة من السباينال كورد وفيها الناس وهي لسه طالعة دي رايحة بدي سبيس بدي رايحة سبيس تحتها لا تزيد الصعب
فبدي عليه يكون ألوان. لما يكون ثابت كده احنا قلنا هو لازم يكون كلير فلو بعد كده الكلام مشاهد طبيعي كده سبيس كده كده بالنسيا زي ما اتفقنا بس تقاي مثلا الكلوي الكورة outside the camera and inside the camera canal with extra dual space وهيبقى موجود فيها فان وهيبقى موجود فيها blood vessels هيبقى موجود فيها حاجة مهمة أوي النرف هو لسه طالع فلما يطلع من الفيورا هنا هنا هيبقى موجود في extra dual space في الخدعة كويس بس ده ايه برضه بس شايفين الابرة بقى داخلة فين؟ ده الديورة على فكرة اللي غطي بس فعلا كده مفهوش خالص دي السبيس اللي بتبقى كمان ودي موالي فعلا كور والديورة كل الكفايتس كلهم ما بنجيش عن السبيس خالص اكسترا ديورة او ديورة دي الكافيتا ده اللي كان بنعمل كل الديورة الحساسية طبعا بنستخدمها اكتر في حالات الجديدة طبعا زي ما شفتوا امبارح الموديل البلاستيك احنا بنشوف جري ماتر واخده الشكل ده انتيريور بور بوستيريور بور تربطهم حاجه اسمها جري كوميشن وانتيريور بور بوستيريور بور من بوست سايد وفي لاترال بور في بعض الاماكن في الاسبانيا دي جري ماتر اللي بنتكلم جري ماتر يعني عنها نيوروز خلايا عصبيه And this is the white matter, اللي هو عبارة عن action of these neurons. يبقى شكل الفعل كله ما نعمله مقطع هنا. And two bone, posterior bone, and lateral bone in some spaces and connected to the spiral ring commissure. Anterior white, هنا بسميه بقى الوايت matter, anterior white polar, lateral white polar, and posterior white polar. والناحية الثانية نفس الكلام، طبعا ده anterior lateral fissure, posterior lateral fissure. The post-lateral fissure هنا on both sides and anterolateral fissure هنا. ده اللي بنشوفه بالعين المجرده طبعا احنا بنقسم بعد كده بنشوف الاشكال وده المنظر اللي هو بيطلع الانتيريور بورن سيلز بيطلع منها خلايا بتاع الانتيريور بورن سيلز هنا بيطلع منها الانتيريور روت وخلايا بتاع الانتيريور بورن سيلز بيطلع منها الانتيريور روت طبعا هنا بيوريك بس ديفرنت ليفلز مختلفات شويه في الشكل مثلا الاوت لاين اللي هو اوفر عدد الخلايا والنيورونز الموجوده بس تبقى عارفها النظر ده طبعا دي مسبوقه بسبعه بيعملوها في الاستوديوز مع فيجر كتاب بتخلي لك السيلز لونها ابيض وبتخلي الوايت اكتر لون اسود بس فيجر كتاب سبين هو دي ايه بس يعني بنحب نشوف تفاصيل شويه على فكره الجري ماتر اللي احنا بنسميه جري ماتر اللي هي النيورونز اللي احنا قلنا في الانتيريو بور بالذات والبوستيريو بور بالذات واللاترال بور دي هايلي سبيشاليزد يعني يعني مش بس كده هي في موتور مرضى اي حته لا ولا البوستيريو بور بالذات اللي بتستقبل السنسيشن دي اي خليه بتستقبل اي سنسيشن لا يعني في خلايا في البوستيريو بور بالذات متخصصه تستقبل السنسيشن اللي جايين من الطرفين التمبشر في خلايا مثلا فور تاتش في خلايا فور بروبوسيشن طبعا عارفين بروبوسيشن يعني ايه؟ انا بديك مثال بس فرق الانتيرو هوم سيلز في خلايا بتدي طبعا الانتيرو هوم سيلز موتور ان فانكشن فتحنا الانتيرو هوم سيلز او الخلايا الموجوده في الانتيرو هوم موتور ان فانكشن برضه دي خلايا متخصصه مش كلها كده بانش اوف سيلز وخلاص لا دي في خلايا مخصوص بتروح لحاجه اسمها انترفيوزال فايبرز في المسلز وفي خلايا بتروح للليك والترانك مسلز وفي خلايا للسرفايكل وفي خلايا للليمس يبقى كل الخلايا متخصصه في الشرايين في واحد قسم الخلايا كلها بتاعت الهورم سيلز تشيل هورم سيلز الى لامينين قسمها اللامينا دي قال دي لامينا واحد وادها رقم باللاتيني دي قال عليها لامينا اثنين تقول دي خلايا
لامينا 4 واداها وظيفه فسميناه ريكسيد لامينا. بس اعرفي ان في تقسيمه للبورن سيلز انتيرو بورن سيلز واللاتر بورن سيلز انتو 10 لامينا بار ريكسيد لامينا and each number in letter and function. دي قال نمبر واحد ليها function كذا. لما رقم اثنين الخلايا بتاعتها ليها function كذا. هنشوف بس مش هفتح رقم مجرد معلومة. ريكسس لما. دي صورة تانية عند الألوان. هنا ريكسس ده قسم برضه كريت اللمنة دي الألوان اهي. This is the Atero Bowl. This is the Atero Bowl من الأول لورا. الصورة الثانية الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى ما وصلنا لعشرة حتى اللي هي حوالين السنتر كمان نديها رقم عشرة يبقى ريكس اللامينا أو كان هي أو سيرو يورين أو سيرو بور سيرو بور أند لاتر بور تتغير إنتو تن إيش لامينا تي نمبر لاتر أند إيش لامينا أولسو هاز سبيسيفيك بس فوق طيب في ناس تانية صيغة الخلايا another classification قالت لا ده في anterior horn cells دي في medial و lateral و central قسم كده للجروب medial و lateral و central يعني ده كل ده بيحددها في الحتة دي عشان كل واحد بيعمل ريسيرش وبيلاقي حاجة جديدة يعني سبحان الله لسه مهما قريت هتلاقي كتب كتيرة في الجروب وهتلاقي كلام فيها كتير مختلف يعني الناس بتعمل ريسيرش وكل يوم بيكتشف حاجات جديده. ففي ناس ثانيه قسمت الخلايا الانتيرو بورن سيلز مثلا قلنا تاني ميديال جروب وسنترال جروب ولاترال جروب. وقالت الميديال جروب دي موتور كوردينيت اند فرونت ماسل. السكريتال ماسل هو بنيت اند فرونت. وقالت اللاترال جروب دي فور اكزامبل فور دي ليمبس. متخصصه انها تدي ليمبس. وقالت السنترال جروب دي مش موجوده في كل الاماكن لا دي موجوده مثلا في السرفايكال ريجن مثلا في السنترال ريجن فور اكزامبل السرفايكال ريجن بتدي مثلا فرين بيطلع منها من واحد لخمسه الفرين الكنيابي ده من الهايبر او ده فرين فدي تقسيمات نتيجه للريسيرش عاملها طب السيرو بول نفس الكلام هتلاقي برضه خلايا مختلفه السيرو بول مستقبل سنسيشن طب هل السنسيشن دي يعني وايد كده ولا في سنسيشن كتيره جدا عندنا؟ في طبعا بين تمبشر في بروبوزيشن زي ما قلنا في حاجه اسمها لاين تاتش روت تاتش مش الكلام ده بالتفصيل بعد فهديكم امثله في خلايا اسمها سبستانشيا جلاتينوزا او رولانجا الشخص اللي بيشخص في رولانجا بيسموها سبستانشيا جلاتينوزا او رولانجا دي متخصصه بس انها تستقبل البين في خلايا تانية هتلاقي اسمها مثلا ميكروسكوبيا مخصصة كده موجودة في القصير جوه ودي بتستقبل التاتش هل سوق انا بديك امثلة حق دي طبعا الدور مرور جانبيا اللي بتحصل هنا اللي هي موجودة فين الدور مرور جانبيا هتصير نرجع للصورة الأصلية اللي هي الخلية ايه هي الدوز روتين اللي موجوده في المحطه ده ايه عرفت ايه الدوز روتين دي ما في سؤال اللي جه عليه كان ايه الدوز روتين دي هشوف يمكن الاقي رسمه كوليكشن سيمباديز كل نيرف سواء كان سبانال نيرف او بين النيرف دي جنبيه سنس
فورجا وكان سبينال نيرف. فعندي السنسوري روت بتاع اي سبينال نيرف لازم يعدي على الدونزا روت تاني اللي هي تحت الميكروسكوب اللي اسمها ذا نيورونز هي باركولا نيورو سنترال نيورو يعني. طبعا اتفقنا زي ما قلنا امبارح ان في حاجه اسمها لاترال بورد اتكلمنا عن لاترال بورد وقلنا ان موتور ولاترال بورد وسيرو بورد سنسوري وقلنا ان هما خلايا متخصصه مش هي خلاص كده بورد وخلاص لا. وبعدين تيجي دلوقتي لاترال بورد. لاترال بورد ده بيديك فيها خلايا يا اما سيمفاتيك يا باراسيمفاتيك. ده الخلايا دي اسمها اوربرز سيمفاتيك وباراسيمفاتيك. طب ادي عندي واحد اهي ادي واحد دي لاترال بورد اهي ودي سيمفاتيك. ليه؟ احنا اتفقنا ان الانترودكشن في حاجه اسمها فراكو لمبر. فراكو لمبر يبقى اللاترال بورد موجود في الثراسيك ريجن والحفر الرئه خلاص. ودي بتديكي سيمباثيك دي تخصصها سيمباثيك خلاص. طيب في السيكرال ريجن هيبقى ثراسيك سيمباثيك. اللاترال بورد ده خالص لو رجعت بقى للانترودكشن هو الكلام ده مكتوب لو مكتوب وصلتكم انترودكشن كده هنا ده الفينوس شارع قلنا فيه من 4
تاخدهم بسم الدين وتعمل جرين انتو يا اما تروح لفوق للجرين يا اما تروح للجرين قبل الفيبرال الفيبرال كولا اللي هي بتنتقل للفيبرال بلاسمنت يعني اسامي مش حاجه اكتر من اسامي عارف ان في جرين دي سبينال كورد 4 الى 6 فينز او شانلز يعني كده كولا بس ماشي طول السبينال كورد طب بتروح فين؟ بتروح اللي حواليها اللي هو البرتبرا ودي بسميها انترنال برتبرا الجينس شانل او كولا او بتروح لفوق للبرين كل اللي فوق بيروح للبرين بالاضافه الى البرتبرا الجينس حسيت ان كنت فايدين يعني كلام كتير؟ كتير؟ جدا في اي سؤال؟ هنحاول نسيب اسئله ان شاء الله على لا، إنت رجل.